بسم الله الرحمن الرحيم. جنرال امبريولوجي. الامبريولوجي هو العلم اللي بيتناول قضية خلق الإنسان للمرة الثانية. خلق الإنسان للمرة الأولى بيد الله سبحانه وتعالى مباشرة في ذلك العالم الغيبي بالطريقة التي نبأنا الله بها سبحانه وشاءت حكمته أن تتكرر عملية خلق الإنسان بطريقة يشهدها كل الناس بهذا الشكل اللي هنتكلم بيه عن عملية إعادة خلق الإنسان للمرة الثانية عبر مليارات ومليارات من النسخ المتكررة المعروفة باسم خلق الإنسان للمرة الثانية. ده علم الإمبريولوجي اللي هيصف كيف يتكون الإنسان. فإذا حبينا نعرف هذا العلم نقول It is a science that describes the formation and growth of the human being in his أو its على حسب المعنى اللي احنا عايزينه يوتراين انترا يوتراين بيريود اوف لايف. العلم اللي هيصف كيفية تكون ونمو الانسان بداخل حياة بداخل او في مرحلة التكون الرحمي بداخل رحم الام. اصل كلمة امبريولوجي ايه؟ اصل الكلمة جاي من امبريولوجي. امبريو يعني ساينس، يعني امبريو عفوا امبريوم ده مصطلح يطلق على فترة من فترات تكون الإنسان حينما كان جسما ما في فترة ما بعد التلقيح. هذا الجسم يشغل فترة من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن من حياة ما بداخل الرحم. دي اصل الاسم، اصل كلمة امبريو. لوجي يعني ساينس. اذا العلم هو اللي بيوصف الجسم الانسان او الجسم المتشكل بعد التلقيح في فترة من الاسبوع الرابع الى الاسبوع الثامن. طب وقبل كده وبعد كده كان ايه؟ كان له مسميات اخرى، انما ليه هذا الاسم بالذات؟ لماذا اخترنا مرحلة الامبريو عشان نطلقها على هذا العلم ككل؟ في هذه المرحلة in this period of human life كانت كل البودي اورجانز بيحصل لها ايه؟ بتبقى ديزايند، تصمم، كونستراكتد، تبنى، فورمد، تتشكل. فهي مرحلة تشكل وتكون الاعضاء المكونة للجسد البشري. مرحلة ما بعد ذلك بيحصل نمو هذه الأعضاء. مرحلة ما قبل ذلك كان تمهيد لتكون الأعضاء، وبتكون الأعضاء ينتج عنها الشكل العام للجسم الإنساني. إذن هي أهم مرحلة من مراحل حياة ما بداخل الرحم هي مرحلة تكون الأعضاء. فبالتالي أطلقت على هذا العلم علم الإمبريولوجي نسبة إلى أهم مرحلة من مراحل تكون الإنسان. زي مثلا ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مش المقصود ان عرفة فقط، لكن عرفة هي اهم مناسك الحج. زي ما الامبريو هو كان اهم مرحلة في مراحل تكون الإنسان بداخل الرحم. اهمية الجنين ايه؟ اهمية الامبريو كمان بيستمد اهميته من ان هذه الاعضاء المتكونة كانت بتتأثر يعني greatly influenced بمين؟ بعدد من العوامل الضارة اللي ممكن تتدخل في تشكل ونمو وتطور هذه الأعضاء. وده كانت بتمهد لعلم التيراتولوجي. إذن
في هذه المرحلة الأعضاء وهي بتتشكل ممكن تتأثر بأي عوامل، ببعض من العوامل الخارجية اللي ممكن تتسبب في تشوهها. فمن هنا استمد هذا العلم اسمه من مرحلة الإمبريو اللي هي كانت المرحلة الخطيرة في تحديد شكل هذه الأعضاء وبالتالي شكل الإنسان في مرحلة ما بعد تكونه. طيب، علشان يتشكل الإنسان من جديد، علشان يتكون الإنسان من جديد، علشان يكون في إمبريولوجي، لازم في مراحل اللي بيسموها الهيومن ريبرودكشن. مراحلها إيه؟ مراحلها ثلاثة مفيش غيرهم. تكوين الميل إليمنت اللي هو الميل جاميت اللي بيسموه السبيرم عبر أكروس كومبليكيتد بروسيسز إنزيمير ريبرودكتيف سيستم في عملية شهيرة وهامة يطلق عليها اسم سبرماتوجينيسيس. في نفس الوقت تكون الفيميل إليمنت الفيميل جميت اللي اسمها الأوفم أو البويضة عبر أيضا كومبليكيتد بروسيس إن ذا فيميل ريبرودكتيف سيستم يقولوا عليها الأوجينيسيس. إذن لابد من تكون عنصر ذكري هو السبرم وعنصر أنثوي هو الأوفم. العنصر الذكري بيتكون عبر السبرماتوجينيسيس، العنصر الإنثوي يتكون عبر الأوجينيسيس، ثم التقاء العنصرين الذكري والأنثوي في عملية بيسموها meeting of the male and the female elements. هذا الميتينج اللي هو عملية التزاوج لها كذا اسم، الأسماء العلمية المرادفة لها يسموها sexual intercourse أو اللقاء الجنسي، أو يقولوا عليها الكويتس أو الميتينج أو الماتينج أو الكابلينج. هذه كلها مرادفات علمية صحيحة ونظيفة لعملية الالتقاء بين الميل إليمنت اللي هو السبيرم والفيميل إليمنت اللي هو اللي هي الأوفم. طيب نبتدي بالسبرماتوجينيسيس، لكن لابد من فكرة سريعة كده نشوف الجهاز اللي بيكون السبيرمز اللي هو الميل ريبرودكتيف سيستم بيتكون من ايه. تكون من اربع عناصر اساسيه، نين تيستس ثم مجموعه الجينيتال داكتس ومجموعه الاكسسوري جلانس والعضو الذكري اللي هو البينس. التيستس او الخصيه جمعها تيستيس، نشيل الاي ونحط ايه، ديت عباره عن الفاكتوري اوف سبيرم برودكشن. التستس دي اصلها ايه؟ دي غده جزء منها اكسوكراين وجزء منها اندوكراين. الاكسوكراين بارت كان بيطلع السبيرمز والاندوكراين بارت بيطلع الميل سكس هرمون المسؤول عن الكاركترز او الجينيتك كاركترز اللي هي بتبقى مصاحبه لعمليه البلوغ. الجينيتال داكتس هي عبارة عن مجموعة من المايكرو او السمول تيوبيولز، تيوبس وتيوبيولز تنقل الاسبيرمس من مصنع او مكان التكوين الى مكان التخزين. يقولوا عليها ايه؟ يقولوا عليها الداكت سيستم او الجينيتال داكت سيستم او الجينيتال داكتس، وهم اربع حاجات: الابيديديمس والفاز دي فرانس ايجاكيلاتري داكت اليوريثرا. ابيديديمس اللي هو البربخ، الفاز دي فرانس الوعاء الناقل، ايجاكيولاتري دكت القناه القاذفه، اليوريثرا قناه مجرى البول. الجزء التالي في تكوين الميل ريبرودكتيف سيستم هو الاكسسوري جلانس، وهي عباره عن جلانس تصب محتوياتها ليسبح فيها او لتسبح فيها السبيرمس وتتغذى على بعض مكوناتها. وكانت تشمل هذه الجلانس السيمينال فيزيكلز، البروستات والبالبيوريثرال جلاند. العضو الذكري اللي هو البينس او القضيب ده عباره عن الاورجان اللي بيحمل السبيرمز ويوصلها للفيميل جينيتال سيستم. في رسمه سريعه كده انا اتعرض فيها للاناتومي بتاع هذه الاورجانز المكونه للميل ريبرودكتيف سيستم. كانت ديت التيستس موجودة في كيس جلدي يسمى الاسكروتم او كيس الصفن.
التستس كان بيخرج منها عدد من الميكروتوبيول سمول فازا افرينشيا تتجمع مع بعض وتكون الدكت سيستم الشهير المعروف باسم الابيديديمس. ومن الابيديديمس من الديل بتاعه تخرج قناة طويلة اسمها الفاز ديفرانس او القناة الوعاء الناقل، طولها 45 سنتي. التستس كانت موجودة بره الجسم لحكمة هنعرفها بعد شوية. الفاز ديفرانس هيدخل من الجسم عبر مسار طويل من اربع مراحل، هينتهي به هذا المسار الى انه يخترق، او في مرحلة من مراحله هيخترق جدار البطن عن طريق كنال اسمها انجوينال كنال، هيدخل منها الى تجويف البطن، ومن البطن هيتخزن او يتجمع الافرازات اللي هو شايلها في ساك قاعدة ورا اليورينري بلادر اسمها سيمينال فيزيكل او الحويصلة المنوية، ويخرج من الاتنين مع بعض قناة اسمها القناة القاذفة او الايجاكيولاتوري داكت. السيمينال فيزيكل الحويصلة المنوية هو عبارة عن كيس بيتخزن فيه الافرازات اللي بتحمل السبيرمس، الافرازات دي اسمها سيمينال فلويد وبداخلها السبيرمس. القناة القاذفة قناة تنشأ من اتحاد الفاز ديفرانس مع السيمينال فيزيكل، ثم هذه القناة الكنال تخترق غدة اسمها بروستيك جلاند قاعدة تحت عنق الرحم، تخترقها علشان تصب في كنال أخرى اسمها اليوريثرا قناة مجرى البول. واليوريثرا دي كانت مكونة من ثلاث أجزاء، جزء منها بداخل البروستات اسمها بروستاتيك يوريثرا، جزء منها ماشي في منطقة العجان البرينيوم اسمها ممبرينس يوريثرا، والجزء الأخير ماشي بداخل العضو الذكري واسمها بينايل يوريثرا، واخد حرف شكل الاس زي ما احنا شايفين. هذا هو المكان اللي بتكون فيه السبيرمس اللي هي التستس اللي جمعها كان تستيس، وهذه هو الدكت سيستم اللي مكون من الإبيديديمس والفاز ديفرانس والسيمينال فيزيكل والإيجاكيولاتوري داكت، ثم هذا هو العضو الذكري اللي ماشي فيه اليوريثرا ويتوصل السبيرمس لمكان التقاء السبيرمس مع الأوفر. طيب إذا جينا شفنا المصنع اللي هيكون السبيرمس اللي اسمها التستس وخدنا فيها قطاع، كانت التستس دي عبارة عن جلاند أوفل إنشيبد قاعدة في كيس اسمه السكروتم خارج جسم الإنسان. هذه الغدة اللي اسمها التستس إذا خدنا فيها قطاع هنجدها عبارة عن جلاند محاطة بفيبرس كبسول اسمها تيونيكا البوجينيا، يخرج من هذه الفيبرس كبسول عدد من الفيبرس سبتة هتقسم السبستانس، تقسم ما داخل التستس الى عدد 250 سمول لوبيول بداخل، ده اللوبيول وده لوبيول، كل دي لوبيول، يبقى دي الفايبر السبتة ودي اللوبيول، بداخل كل لوبيول هنجد عدد 2 الى 3 سمول تيوبيولز اسمها سيمينيفرس تيوبيول. اذا كل لوبيول من دول في 2 الى 3 تيوبيولز اسمها سيمينيفرس تيوبيولز. السيمينيفرس تيوبيولز هي الاستراكشرال يونت اوف ذا تيستس اللي بداخلها بداخل كل واحده فيهم تتكون السبيرمس. طيب عاوزين دلوقتي احنا نتعرض لعمليه السبرماتوجينيسيس اللي بتتم بداخل السيمينيفرس تيوبيول، هنقول ايه لازم نعرفها. دي it is the process of formation of the spermis او السبرماتوزوا او الميل جيرم سيلز اللي بيسموها الميل جاميتس. هذه العمليه بتتم فين؟ بتتم في السيمينيفرس تيوبيولز، والسيمينيفرس تيوبيولز احنا قلنا عليها الاستراكشرال يونت، الوحدات البنائيه التركيبيه للتستس. الظروف اللي بتتكون فيها السبرمس بداخل السيمينيفرس تيوبيولز
ايه هي؟ لازم تكون ظروف من low body temperature، درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم، يعني درجة حرارة 35. ومن أجل هذا السبب كانت التستس قاعدة outside the body بداخل الكيس بتاعها اللي اسمها السكروتم، اللي بيعمل كجهاز تكييف مبرد أو منظم لدرجة حرارة التستس عند 35، علشان تكون دي هي الظروف أو الكونديشنز المناسبة لتكون السبيرمز. السبرماتوجينيسيس امتى بيبتدي عمليه السبرماتوجينيسيس؟ سبرماتوجينيسيس جاي، سبرماتو جاي من سبيرمس، جينيسيس يعني فورميشن، يعني ات از فورميشن اوف ذا سبيرمس. متى بدا الفورميشن اوف ذا سبيرمس؟ بدا عند الايدج اوف بيوبرتي. الايدج اوف بيوبرتي اللي هو سن البلوغ، متوسطه في بلادنا حوالين 14 سنة، تزيد أو تقل شوية على حسب الظروف المناخية وطريقة التغذية والحالة الصحية للشخص اللي هيبتدي عنده هذه العملية. البيوبرتي أو سن البلوغ ده البيجيننج لمرحلة اسمها مرحلة الأدوليسنس، مرحلة اللي هي المراهقة. هذه المرحلة بدايتها هو عمر بيسموه الايدج اوف بيوبرتي. طيب الاند، نهاية السبرماتوجينيسيس في الذكر كانت بتنتهي فين؟ بتنتهي يعني بتفضل مستمرة لحد اولد ايدج، سو تستغرق عملية تكوين السبيرمز البيريود حوالي 64 يوم. طيب ايه العامل المحفز لبداية السبرماتوجينيسيس اللي بيسموه الاستيميليتنج فاكتور او اللي هو الهرمون الكنترول؟ كان العامل المحفز هو نشاط مفاجئ للغدة النخامية اللي اسمها البيتيوتري جلاند. هذا النشاط المفاجئ نتج عنه افراز هرمون اسمه فوليكل استيميليتنج هرمون او اف اس اتش. طب ما سبب هذا النشاط المفاجئ؟ الطفل الصغير لحد سن البلوغ كانت البيتيوتري جلاند ما بتطلعش هذا الهرمون، فينتج عنه احتفاظ الطفل بصفات الطفولة، يبقى الطفل شكله ظريف، جلده طري مؤدب كده، وشعره حلو، وصوته رفيع، اللي هي صفات الطفولة. ده سببها ايه؟ ان كان في مجموعة استراكشرز قاعدة في البيز او قاعدة بداخل البرين بيسموها هايبوثالاموس. الهايبوثالاموس عامله سبريشن، سبريشن يعني تكبح جماح او يعني تمنع نشاط البيتيوتري جلاند من ناحيه افرازها الاف اس اتش. فعند سن البيوبرتي تفقد الهايبوثالاموس قدرتها على التحكم في البيتيوتري، فتنطلق البيتيوتري جلاند في افراز الاف اس اتش اللي هو الفوليكل ستيمولاتنج هرمون، هيمشي مع الدم ويحفز السيمينيفراس تيبيولز اوف ذا تيستس لافراز او لانتاج السبيرمس. طب الغرض من عمليه السبرماتوجينيسيس ايه؟ الغرض من التالي، اول حاجه تغيير شكل الميل جيرم سيلز اللي هو الخليه الام للسبيرمس اللي اسمها سبرماتوجونيا، وتحولها لمنظر اخر، لشكل اخر. الشكل الاخر ده اسمه سبيرم. هذا السبيرم بشكله الجديد عنده المقدره على البنتريشن اوف ذا اوفم، يعني الفيرتلايزيشن او التخصيب. اذا الغرض الاول من السبرماتوجينيسيس هو تغيير شكل الخليه الام للسبيرم. الخليه اللي هتنتج السبيرم كان لها شكل خليه معينه، عايزين نغير شكلها، شكلها لازم يتغير عشان تصبح خلية اقتحامية اللي هيقولوا عليها السبيرم. الحاجة التانية، الغرض التاني من السبرماتوجينيسيس هو تقليل عدد الكروموزومات بداخل السبرماتوجونيا من 46 الى 43 كروموزوم، فيما يعرف باسم الهابلويد نمبر اوف ذا كروموزوم. هذا كان هو الغرض الاساسي من عملية السبرماتوجينيسيس. جينيسيس. طيب احنا نقف عند هذا الحد في المحاضرة ديت، ونستأنف في المحاضرة الجاية الستيبس اوف ذا سبرماتوجينيسيس.